Okay, so let's go with the present perfect tense. Let's revise it. Okay, let's start with the form. So the form of the present perfect tense is that in the affirmative we have subject plus has or have على حساب subject. لكن عندك I تقول have, you have, he or she or it has. Okay, we have, you have, and they have. هل في he و she و it كتكون عندنا has. Plus past participle. Past participle ديال الفيرب. Okay. Past participle ديال الفيرب إلا كان regular كتزيد إيدي. ولكن إلا ما كانش مريجل خصك تكون حافظه بحال the verb see. سم الباست بارتيسيبل ديالو هو سين. فيرب تو بي الباست بارتيسيبل ديالو هو بين. ريد الباست بارتيسيبل ديالو هي ريد. ريد ما كتغيرش اكسيتر. خاصكم تحفظوا الريغولار فيربس. نيجاتيف فورم ديالو هو سابجكت بلاس هازنت اور هافنت بلاس باست بارتيسيبل. اوكي الانتروجاتيف فورم ديالو كنبداو بهاز اور هاف بلاس ذا سابجكت بلاس باست بارتيسيبل. اوكي هذه هي لا فورم. الاستعمال هو we use it for actions which started in the past and continues up to the present. يعني هو هذا الزمن الوحيد البريزنت بيرفكت هو الذي يربط بين الماضي والحاضر في الانجليزيه. يعني كنستعملوه مع واحد الاكشن اللي بدات في الماضي وما زال مستمره في الحاضر. ولا ماشي بالضروره تكون مازال مستمره بالحاضر، تكون هي النتائج ديالها والاثار ديالها يعني مازال مستمره في الحاضر. ولا عاد وقعات، كتكون شي حاجه عاد وقعات، كنستعملوا البريزنت بيرفكت تنس باش كنعبروا عليها لان مازال يعني اكشن اللي هي جديده اللي عاد وقعات. ايضا اوكي سو اشنو هما السيجنال ووردز، يعني الكلمات الداله على البريزنت بيرفكت تنس. يعني جاست، حيت تلقى جاست يعني هيل، يعني فاش لان كيتستعمل مع البريزنت بيرفكت كيتستعمل مع الاكشن اللي جديده. اولريدي هي شي حاجه درناها ديجا، اي اولريدي دان سومثينغ، يعني ديجا انا درت شي حاجه. يت كتعني هذيك، هاد يت كتستعمل هي مع هاد اولريدي كتستعمل هي مع الافيرماتيف فورم، وهاد يت كتستعمل هي مع النيجاتيف ولا الكويستشن. فور اكزامبل كنقول في القسم كنقول له هاف يو فينيشت يت، have you finished yet، يعني انا سولتكم باستعمال present perfect tense. اوكي وانتم ما كتقولوا not yet، هو كتختصروا الجواب كتقولوا not yet. اما الا بغيتوا تجاوبوا الجواب كامل غتقولوا we haven't finished yet، we haven't finished yet، يعني مازال ما سالينا. كتستعمل ايضا for، هاد for كتبعها مده زمنيه. اوكي since كت كت كي 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 تبعها يعني واحد الوقت محدد في الماضي. since كتعني منذ، وفور كتعني لمده، لمده 6 سنوات، لمده 5 سنوات، لمده عامين، لمده شهر اكسترا. since كتعني منذ، منذ 1916، منذ ولادتي، منذ كذا، منذ فعلت so far. okay recently يعني بشكل يعني حديث، حديثا يعني لانك كتستعمل مع قلنا مع ever، كتستعمل مع questions. هاد ever كنستعملها مع present perfect to ask questions. have you ever visited مراكش، واش عمرك زيت يعني زرتي مراكش. okay this is the form of the present perfect tense. so we use present perfect continuous، يعني راه كاين كاين هذا present perfect، هاد الفورم اللي عطيتكم هنا ديال present perfect simple. اما present perfect continuous فهو لا فورم ديالو هو have ولا has plus been plus verb plus ing. okay to give more emphasis on duration of the action. هي باش هذا كتستعمل هذا present perfect continuous هي باش كنركزوا بان الاكشن كانت طويله، وهذا present perfect continuous كيتستعمل هي مع الاكشن اللي بدات في الماضي ومازال مستمره في الحاضر. يعني مثلا يعني هادي I have been teaching tenses okay 45 minutes for 55 minutes. يعني
انا كنت كنقري الانجليزيه هذه 45 دقيقه، ولكن مازال الاكشن ديالي مازال ما كملتش، مازال ما وقفتش على تعليم الانجليزيه انا، وبالتالي الاكشن بدات في الماضي ومازال مستمره في الحاضر. اوكي وكيتعمل ايضا مع اللونج اكشنز، مع ماشي مع الشورت اكشنز. هذه الا كانت عندك شورت اكشنز راه خاصك تصرف في البريزنت بيرفكت سيمبل وتعطيها هاد لا فورم. اوكي سو ذيز ار ذا اكسرسايزز، سو ستوب ذا فيديو، دو ذا اكسرسايزز اند كم باك تو ذا كوركشن. سو ليتس كوركت. شكون في الكلمات الثلاثه اللي كتنتمي للبريزنت بيرفكت، ولا اللي كتدل على خصنا اننا خصنا نستعملوا البريزنت بيرفكت تاس؟ still ولا usually ولا since. okay since هي الكلمة التي تدل على the present perfect tense. which is not a signal word. شكون الكلمة اللي ما كتدلش على the present perfect tense؟ عندنا since، عندنا before، عندنا for. يعني before هي اللي ما كتدلش على the present perfect tense، أما since ولا for هما من الكلمات الدالة على the present perfect tense. So exercise number two. So they do. So they have done. They have done. Okay, done. What past participle? The verb do. Jack publish. Publish. يا نشر يا نشر كتابا أو شيء ما ما. So Jack has published. Published. هو كنزيدو إدي لأنه مريجل. Okay, regular verb. Okay, so the past participle the publish. هو published لأنه regular verb كنزيدو it. So he not have. يعني خصنا نستعملو negative form ديال present perfect tense. خصنا نقولو he hasn't had. He hasn't had. He hasn't had. هنا she study affirmative form ديال study في present perfect هو she has studied. She has studied. Mike and Lena have. Mike and Lena have had. Mike and Linda have had. So had هي past participle ديال the verb have. يعني خصنا نطبقوا القاعدة subject هو Mike and Linda. Have لأنه ما عندنا they have. عندنا past participle ديال the verb have اللي هو had. Okay. Number three, put the following verbs in the correct tense. So غادي نصرفوا هاد الافعال ما بين قوسين في the present perfect tense. Of course he had just كتكون ما بين the verb have or past participle. غادي نقولوا he has just phoned. He has just phoned Sabrina. She is in Chicago now. هو عاد يعني انا recent action عندنا واحد الاكشن اللي هي عاد وقعت، وبالتالي كنستعملنا present perfect. وهاد just هي اللي كتبين لنا بان الاكشن عاد وقعت. He has just phoned يعني عاد يعني اتصل عاد اتصلت اتصل بصابرينا. هو عاد اتصل بصابرينا. She is in Chicago now. وهي اللي هي راها في شيكاغو الان. I buy recently. حتى recently كنحطها حتى هي بحالها بحال just. نقولو I have recently bought. I have recently bought a laptop to lose. Buy هي الverb اشترى. في past participle ديال الverb اشترى هو bought. Okay. So I have recently bought a laptop to lose. أنا عاد مؤخرا هي recently شريت laptop يعني حاسوب ولا بي سي بورتابل تو لويس لي لويس. نمبر 3 ذا ميد هي الخادمه. اوكي هازنت كوكت دينر يت. هازنت كوكت دينر يت. سو كما قلنا يت كتستعمل مع البريزنت بيرفكت وكتستعمل فقط في النيجاتيف ولا في الانتروجاتيف فورم، ما يمكنش تستعملوها في الافيرماتيف فورم. شي اوكي هازن شي هاز درايفن. She has driven this car for 2 hours. يعني has the past participle ديال drive هو driven. Okay, this car for 2 hours. هي يعني كانت تقود هذه السيارة لمدة ساعتين، وهي ما زالت يعني
تقود سيرة، يعني لم هي لا, لا زالت لا لم تتوقف. كنت توقفات راه خصنا نستعملوا السيمبل باس، ولكن هي مازالت كتقود السيارة، وبالتالي خصنا نستعملوا البريزنت بيرفكت لان الاكشن بدات في الماضي وما زالت مستمرة في الحاضر. نمبر 5، هي هاز بين، هي هاز بين ان بريزن سينس 2003، يعني كان هو في السجن منذ 2003 وهو ما زال في السجن. يعني الاكشن بدات في الماضي في 2003 ولكن ما زالت مستمره الان في الحاضر، يعني هو ما زال في السجن. لو خرج من السجن لاستعملنا سيمبل باس لان الاكشن بدات وانتهت في الماضي، ولكن هنا اللي ما زال هو في السجن خصنا نستعملوا البريزنت بيرفكت تنس لان الحاله ديالو ما زالت مستمره في الحاضر. هنا كويستشن داكشي باش عطاونا السابجكت يو، وعطاونا ايفر باش نسولو بها، يعني كنستعملها في كويشن، وعطاونا الفيرب ريد. بالتالي غادي نقولو هاف يو ايفر، هاف يو ايفر ريد، هاد ايفر كنحطوها من بعد السابجكت. هاف يو ايفر ريد هيمينغوايز نوفل، واش عمرك قريتي يعني الروايات ديال هيمينغواي؟ هيمينغواي هو كاتب انجليزي يكتب الروايات، وهنا السؤال هو واش قريتي، واش عمرك قريتي الروايات ديال هيمينغواي. So this is the present perfect. I wish you got it. See you with another tense.